أهلا بكم مشاهد وصول النجم العالمي دي جي سنيك إلى وهران من أجل المشاركة في حفل اختتام دورة ألعاب بحر المتوسط وهران 2022. لتذكر فإن حفل الاختتام ينطلق غدا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. القنوات الرسمية الناقلة لهذا الاختتام هي أرضية جزائرية وقناة الجزائرية، وكذلك قناتنا ستكون في البث المباشر من أجل هذا الحفل الرائع، خصوصا بمشاركة هذا النجم العالمي. لا تنسوا لايك وتعليق، ندعكم مع هذه اللقطات الرائعة.